بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. مرحبا بكم في حصة جديدة في امتحان جديد جهوي جديد بالنسبة لمادة الرياضيات. إذن هنا في هذه الحصة إن شاء الله نشوف واحد النموذج ديال امتحان جهوي في مادة الرياضيات بالنسبة للأولى أدب وعلوم إنسانية سوسيون نورمال 2018 بالنسبة لجهة بني ملال والنفرة. إذن غنبدأ النشاط الثاني اللي هو خاص بالمتتالية سويت جيو جيومي تريك. بالنسبة لسويت جيو مي تريك نعم. إذن برومي كيستيون مونتري كو R pardon, Q est égal à 1 sur 3. La raison 2, 7, 8. Vas-y. Et donc, HNA. Donc, on a. Première chose, U du N. Yeah. C'est une suite géométrique avec U0 égale à 81. Et U1 égale à 20, 27. Vas-y. Donc, il y a U0 مع U1, il y a un juge de l'Hudouz. Il y a un Kariba, il y a U0, il y a un tel U1, et qui est un drôle Q. Donc, il y a un U1 égale U0 fois Q. C'est la suite géométrique. Donc, il y a un Sbejrin, Tessoui. 81 fois Q. عندنا على شكل معادلة يعني أن Q كيساوي 27 على 81. هنا يعني ياش غنفرقو يعني 9 في 3 على هنا 9 في 9 باش غير نوضحو في منين جات ديك 1 على 3. دونك غنختزلو على 9 غتعطينا 3 على 9 ماشي مشكل نديرو عاود تاني 3 في 1 على 3 في 3 اختزلو على يعني 3 يعني يساوي 1 على 3 نعم مزيان. دونك Q إيكال 1 سور 3 يعني بوزيتيف مزيان. هذا فيما يخص السؤال يعني الأول. بالنسبة لا كيستيون 2 بغينا U لي 2 أولي اثنان مع يعني أن أولي واحد مع أولي اثنان دونك غير نضربو في كي دونك ما نمشيوش بعيد. دونك أولي اثنان هو أولي واحد في كي يعني عندما أن أولي واحد عندنا في المعطيات في واحد على ثلاثة 27 على ثلاثة هي ايش هي تسعة مزيان. بالنسبة لا كيستيون 3 E de n en fonction de n, quel que soit n appartient à donc on a la base de la ramz de la métatalie de la sia ramz n'a l'air de u de n donc je suis qu'il y a tellement mon qu'il n'a pas de ramz et n'a pas de l'air de l'air de l'air. Donc on a la suite de u de n, c'est une suite léa géométrique, alors que quel que soit n appartient à n, hn h dans l'alpha, on a e li n qui s'est ou e li p fois q n qui s'est p. Je l'ai dans l'alpha. Et on a e li n, on a e li p ou le had le premier, madame, on a le had le premier, ou e li 0 fi q le ou 1 à la 3. على 3 على n ناقص 0 يعني u لي n كيساوي 81 في ماذا في 1 على 3 اس n اذن هذه هي الرمز ديال يعني ديال u لي n اذن 81 في 1 على 3 اس n نعم. اذن حدد بدلالة اذن هاد لا كيستيون جديدة بالنسبة يعني النموذج الامتحانات ان اس
اللي صفر تل اللي واحد تل اللي ان علاش بدلاله يعني اون فونكسيون دو ان علاش حيت عندنا هذا عندنا اللي ان ما تعطاش لينا يعني الصيغه ديال الحد يعني حد معروف او معلوم عندنا الحد العام دونك اش عندنا بالنسبه لا سويت لا هي جيومتريك دونك اللي ان سويت جيومتريك الوغ اس ديالها كي كيتحسب هو ماذا اولي بي حيت هذا هو اولي بي اولي صفر الحد الاول في المجموع واحد ناقص كي اس ان ناقص بي زائد واحد على ماذا واحد ناقص كي يعني اولي بي هو اولي بي هو ماذا هو هنا اولي صفر اولي صفر هنا واحد ناقص واحد على ثلاثة كي هنا واحد ناقص واحد على ثلاثة الكل اس ان حيت ان هنا يعني ما معروفش ناقص صفر زائد واحد يعني كيساوي ممكن نحسبو هذا ممكن نخليوه هنا 81 في ماذا اذا لا باس نحسبو ثلاثة 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 ناقص ثلاثة ناقص واحد واحد ناقص واحد على ثلاثة أس إن زائد واحد يعني أن 81 في هنا المقام غيكون جوج على ثلاثة وهذا واحد ناقص كما هو واحد على ثلاثة أس إن زائد واحد ماشي مشكل إذا بغينا نقدوه مازال يعني يساوي 81 في هنا هذا كامل واحد ناقص واحد على ثلاثة أس إن زائد واحد في ماذا في المقلوب ثلاثة على لا جوج إذن ممكن نحسبها يعني ثلاثة في واحد وثمانون واحد وثمانون في ثلاثة نقسم على اثنان يعطينا 121.5 في ماذا في الكل واحد ناقص واحد على ثلاثة الكل أس إن زائد واحد لا ممكن تحبسوا لي تاعنا راه صحيح درنا هذا فيما يخص يعني هذا التمرين النشاط الثاني اللي هو خاص بالنسبه للمتتاليه الهندسيه درنا ان شاء الله في بعد لحظات ان شاء الله لتصحيح النشاط الاول